نروح بقى لانتصارات النادي الاهلي في التنس تحديدا. اختتمت منافسات بطوله الجمهوريه الاولى للتنس الارضي اللي اقيمت امس بمركز شباب الجزيره، وشهدت تتويج عدد من لاعبي ولاعبات الاهلي، بصراحه كانوا عدد كبير جدا خليني اقول لحضراتكم، وده في مختلف الاعمار السنيه. شهدت كمان البطوله مستويات مميزه جدا من الاهلي اللي نجحوا في حصد المراكز الاولى علشان يضيفوا هنا انجاز جديد للعبه في النادي الاهلي. كلام محترم والف مبروك علينا جميعا، اي انجاز بيحققه اي بطل في النادي الاهلي اكيد كلنا بنكون فرحانين بيه. خلينا ناخد مزيد اكيد من التفاصيل وكابتن محمود عبد المبدي المدير الفني لفريق التنس الارضي من النادي الاهلي. كابتن محمود صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير عليكم. مبروك علينا طبعا، انتصار جديد من انتصارات النادي الاهلي، كلنا اكيد بنكون سعداء. وعايزين نروح مع حضرتك برضو لكواليس الرحله، يعني دايما بنتكلم عن التتويج وعن حصد البطولات، لكن برضو الرحله محتاجين ان حضرتك تعرفنا اكتر عنها، اتفضل. الله يبارك فيكم الاول، واحنا عندنا طبعا لعيبه كتير شاركوا بطوله الجمهوريه الاسبوع اللي فات والاسبوع الحالي اللي هو انتهى امبارح، وفي مجموعه كبيره من اللعيبه الحمد لله حققوا مراكز اول وثاني وثالث على مستوى المراحل بقى من 12 لحد رجال وسيدات. احنا بطوله الجمهوريه بتتنظم في كذا نادي على التوازي مع بعض، يعني عندنا معظم لعيبتنا شاركوا في بطولتين او ثلاثه مهمين اللي هم مركز شباب الجزيره وبطوله التوفيقيه، دي كانت بطوله برضو جي 1 كانت عاليه الجريد بتاعها. يعني حققنا على مختلف البطولات الحمد لله في 12 جزء 12 و14 و16 ناشئين مراكز اول في معظم البطولات فالحمد لله. طب بس ده برضو بيبقى راجع ليه؟ احنا عندنا كده كام رياضه متفوقين فيها جدا، فخليني اعرف برضو هنتكلم هنا عن يعني التنس الارضي، خليني اعرف منك ايه السر او ايه القصه او ايه اللي ورا ده برضو؟ والله احنا القاعده بتاعت برضه عندنا قاعده بالنسبه للناشئين 12 و14، احنا طبعا من بدايه المشاركات الرسميه يعني في الدوري وكده من ساعه تنظيم الدوري ومن ساعه تنظيم البطولات المحليه في التنس، الاهلي يعني بيستحوذ على مراكز كثيره في المركز الاول والثاني والثالث، وده برضه بيرجع للقاعده بتاعت المدارس ان احنا بنهتم بالجزء بتاع الناشئين، فعندنا بتطلع الولاد من جزء 12 ل 16 ناشئين جاهزين ان هم يكمبيتوا او يعملوا منافسه كويسه قوي في مرحله الناشئين، وبيكملوا بعد كده في مرحله العمومي طبعا اللي هي 18 ورجال بمستوى كويس، لان يعني هم بادئين ومتاسسين كويس يعني. اوكي، على كل حال مستوى لحد دلوقتي اكثر من رائع على كل كمان الاعمار السنيه زي ما الخبر كان بيتكلم، فمبروك مره ثانيه يا كابتن محمود وان شاء الله مزيد من التوفيق. شكرا ليك. حاجه جميله ان كل يوم التاني نستعرض مع حضراتكم انجاز جديد ما يضاف لحائط بطولات النادي الاهلي في كل الرياضات. دايما النادي الاهلي انتوا عارفين طبعا بحكم ان كره القدم من قديم الازل هي اللي مسيطره، لكن لما تركزوا مع النادي الاهلي بمعنى فرقه المختلفه ستجد ما يسر. ده حقيقي، وانت صحيح. مش بتكلم بس ان انت بتفوز بمركز تاني، لا انت بتفوز على الاعمار السنيه المختلفه بمراكز صحيح. اولى، فلا ده انجاز، ده انجاز. وبرده لما تيجي تتكلم لغه الارقام، يمكن كابتن محمود الخطيب اتكلم عن ده في يعني المؤتمر اللي كان اخير وقت الترشيح بتاعه، كان بيتكلم اللي هو حسب لنا عدد البطولات والميداليات اللي النادي الاهلي واخدها في الرياضات المختلفه، احنا كنا معديين اي نادي تاني اصلا منافسه بتكلم. يعني لما يجي حد يقول لك انا ملوك الصالات، لا اتكلم بقى بلغه الميداليات وكده، فملوك الصالات احنا فعلا، فهي دي النقطه. على كل حال شيء اكيد بيدعو للفخر يعني.